إذن عودة معكم لمتابعة عالم الصباح بآخر محطاتنا لليوم السبت 19 كانون الثاني 2019 مع الشيف ليكمل وصفاته لليوم، وأنا بنضم له بعد دقائق قليلة. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين، لكن كنت عم خبركن على أول سؤال لحلقتنا لليوم. طبعا بعد ما كنا محضرين من بداية عالم الصباح صرنا محضرين ثلاث وصفات، بضل في عنا وصفة واحدة رح نحضرها أنا وياكم بطريقة كتير سريعة. عنا طبعا سؤالين، واحد بالنسبة لصيادية السمك وواحد بالنسبة للمغربية. طبعا في عنا كتير أسئلة، بس إن شاء الله أقدر أجاوب على هول السؤالين لحلقتنا لليوم. بالنسبة لصيادية السمك، طبعا نحن أول شيء منجيب بصل، منحط بطنجرة على النار في بقلبها من الزيت النباتي، منجيب كمية كبيرة من البصل، منقلي البصلات كتير منيح لحتى يصير يتغير لون البصل، ويصير لون البصل تقريبا بلش يحترق عندي البصل. بعد ما يحترق عندي البصل بضيف لألون جزر، بحط كمان كم حبة هيل، بتعطي نكهة كتير طيبة مع عود القرفة مع ورق الغار. وأيضا بجيب عظام السمك اللي هن حسك السمك مع الدنب مع الراس، كلهم هول منغليهم مع المي، وايضا بيغلوا لحتى يصير عندي المي لونه تغير لونه راي على اللون الشقار. باخذ هيدي المي بتركها للصلصه وللرزات. بالنسبه للرزات بحط انا طنجره على النار في بقلبها زيت الزيتون، بقلب الطنجره طبعا نحن منحط زيت زيتون، منجيب بصل جوانح، منقلي البصل جوانح لحتى يدبلوا بزيت الزيتون، منجيب الرز الامريكاني اللي منكون نعينه 45 دقيقة بمي فاترة. بعد ما ننقعه منغسله ومنضيف الرز فوق البصل وزيت الزيتون، منستعين بالقرفة بالكمون، ناخد نكهة كتير طيبة قرفة مع الكمون. وايضا منجيب من مية السمك او مرقة السمك، منحط مية السمك يعني مع البصل، ناخد نحن لون للرزات من المرق او المي، منضيفهم طبعا لكل كوب بدنا 2 كوب من المي، ونترك الرز لحتى يتفلفل. اما بالنسبه هيدا للرز. وايضا في عنا الصلصه زبده مع الطحين الرو، يعني بنعمل الرو الاسمر، ومنجيب مرقه السمك كمان هي ذاتها، منضيف مرقه السمك مع قرفه وكمون وعصره حامضه. هيدا بالنسبة للرز والصلصة. أما بالنسبة للسمكة نحن منحطها منشويها بالفرن مع المواد المعطرة، مثل ما بتعرفوا منحطها على ورق الخس أو منحطها على البطاطا أو منحطها على شرائح الحامض، منحط لها رشة كمون، رشة كزبرة، رشة قرفة مع زيت الزيتون، منشويها بالفرن. هيدا بالنسبة لأول سؤال لحلقتنا لليوم. أما هلأ رح بلش أنا طبعا بآخر وصفة اللي هي الباذنجان او هي بابا غنوج. عندي رح جيب جاط، بهيدا الجاط رح حط باذنجان. اوكي، لكن عندي باذنجاني هون، خليني بس اقول شغله للمشاهدين، هيدا الباذنجاني انا شويها على الغاز. طبعا على الغاز ناخذ نكهه كتير طيبه، او اذا حطيناها شويناها على الفحم كمان بتعطينا نكهه كتير طيبه. فينا نشويها بالفرن بس ما رح تعطينا نفس الطعمه اللي بنحطها دغري على نار مباشره على الباذنجاني. هيدي مقادير البابا غنوج عم نشوفها قدامنا على الشاشه. هلا انا فيني اقطعها بهالشكل، اتركها معلقة، قطعها أيضا مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل كمان بشكل أوكي، تركتها مثل ما هي. هيدي هي رح اجي على الصحن رح حطها بصحنة. بهالشكل هيدا. طيب شو رح اعمل؟ رح اجي اخد من الفليفله الحمراء، مثل ما عم تشوفوا
ورح اخذ ايضا. طيب بهالشكل رح جيب كمان عندي كزبرة خضراء وعندي ايضا شومر، وكمان فينا نحط معها من الحبق الاخضر والمكونات اللي شفتوها على الشاشة في بقلبها حبق اخضر. طيب رح اخد كمان من الكزبرة بهالشكل، وايضا رح جيب من الشومر كمان الشومر مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نوزع الشومر ايضا بهيدا الشكل. عندي من البابريكا وايضا عندي كمون اما بالنسبة للصلصة رح احضرها انا وياكم، بس هلا خلينا نولع تحت الزيتات لنقلي. عندي الزبيب وفي عندي اللوز بدنا نقليهم للطبق الرئيسي، لكن خلينا نجيب لنحضر الصلصة. هي عبارة عن لكن مشاهدينا رح اخذ لبن، رح ضيف طحينة، عندي لبن وعندي طحينة، رح اخذ ايضا من الثوم، كمان ضيف الثوم، بحط ايضا مع الصلصة بابريكا، كمان بحط من الكمون، بحط عصير حامض بالإضافة للخل الأبيض أو الخل الأحمر. هيدا الخليط صار جاهز عنا. رح آخذ الشريط هيدي هي لكن الصلصة للباذنجان اللي حضرناها. برجع بذكر كل المشاهدين حطيت باذنجاني شويتها على النار، حطيت لها مثل ما شفتوا عندي من الفليفلة، عندي من الشومر، عندي ايضا من الكزبرة الخضراء. هون حطيت خليط عبارة عن لبن بالاضافة اوكي طيب هيدا الطبق لكن الباذنجان صار جاهز عنا. خلينا نزين شوي اذا فينا، بعد كمان نضيف شوية شومر. اوكي نحن هون رح جيب ايضا نسكب الطبق الرئيسي، لكن هيدا طبق الباذنجان صار جاهز عنا مثل ما شفتوا. طبعا الباذنجان مع اللبن وايضا البابريكا، هيدا الخليط عندي هون زبيب، عندي لوز، وخلينا نشوف نحن هون بالطنجرة. هيدي الطنجرة كمان صارت اوكي، هول الرزات صاروا جاهزين عنا كمان لحتى نسكبهم ونقدم هيدا الطبق الرئيسي. مثل ما عم تشوفوا الرزات كيف كله مفلفل
منه مخبص ولا معجن معنا. اوكي انا بلشت اسكب الرز، ريحة كتير طيبة، طبق كتير شهي، الرز المندي. طبعا انتو شفتوا بالمكونات على الشاشة، في بقلبها تلوين للطعام، فيكن انتو تحطوا لونين احمر واصفر، تلونوا بين الابيض وايضا الاحمر والاصفر. واهلا وسهلا لجوزيف. هلا هون فازان الدجاج مع الرز والقلوبات. نعم كثير منيح. هون هيدا حلو، هيدا مالح ولا اثنيناتهم حلو؟ لا هيدا مالح والثاني حلو فوق. ايها الكرواسون، ما في كرواسون؟ لا ما في. سمعتك عم تقول عم تعمل كرواسون. دوناتس. دوناتس، هي دوناتس صح، دوناتس صغار. وهي هي شو؟ كريات البطاطا. كريات البطاطا شو محشية؟ هيدي كريات البطاطا، في بقلبها جبنة وفي بقلبها أعشاب. اوكي جبنة شو؟ جبنة شدر مبروشة. اوكي بتعرف أنا أكثر جبنة بحبها بالجبنة الصفرة هي الإيمونتال. إيمونتال كثير طيبة. هلا فور تشيز إذا تعملهم كذا تشيز مع بعض كويسين، بس تزيد معهم جبنة بيضة. والإيمونتال هي عم بعلمك استفيد. نعم يلا. اوكي بعدك كيف يطلعوا حمر معك هيك؟ قلت لي بدهنهم بزيت زيتون. ايه حطيت لهم زيت زيتون. ما بعرف ليه بحسك مش صادق لما تخبرني الخبريه لالي، لانه يعني، يعني عندك خوف انه انا اصير اطبخ، ما بعرف. شيف فظيعين، سلم ديتك. رح تحط القلوبات على وجهن؟ نعم. بعد في عندي القلوبات رح وزعهم بهالشكل. يلا بدنا نعمل كتاب شيف طبخ يلا، بس مع وصفاتي كمان يعني. هون بعلمك اياهم خلال النهار، يعني هو بدك تحطهم. ما انا معلمك اياهم انت. شيف سلم ديتك. فاذا مثل ما شفنا يعني تقريبا هيدي السلاد اللي هي الباذنجان. باذنجان هيدي كتير مفيده للكوليسترول، مفيده للشريين، مفيده لانه الباذنجان المشوي، ما هيك؟ هيدا مشوي ما فيه مع زيت زيتون 100%. هلا نحن ما حطينا لهم زيت زيتون لان في عندنا الصلصه اللي هي طحينه ولبن. أوكي. وبابريكا وكمون. أوكي. وفيها كمان ثوم ورشه ملح طبعا. يعني بهالبردات بتمنى تكون هالوصفات وصلتكم ان تحضروها ببيوتكم وين ما كنتوا. لبنان الثلج الابيض، لبنان عم بيستقبلكم اذا بكل مناطق. ليه اللي بحبوا رياضه التزلج او اللي بحبوا هيك الشمنيه مع قعده حلوه مع كستنه وبطاطا حلوه وبطاطا مشويه وهالامور، هيدي القعدات الحلوه اللي بتصير بالمناطق الجبليه. طبعا طقس رائع بلبنان، الشمس شارقه وبنفس الوقت في عنا الجبال المغطيه بالثلج الحلو. اليوم بين الدوناتس وبين كريات البطاطا دجاج ورز، وطبعا بسموها الراهب، باذنجان الراهب. راهب بابا غنوج. بابا غنوج، بابا غنوج انا بعرفها مع الطحينه. الطحينه هي فيها طحينه، انا حطيتها صلصه طحينه حده. بدك تشارع ما بتقدر صح؟ بدي شيء ما في، نزال شوي اطلع اطلع. لكل المشاهدين احنا وياكم طبعا ترافقنا لنهار طويل، فقراتنا يوم السبت تختلف عن بقية ايام الاسبوع. بتمنى تقضوا نهار حلو مع العيلة، وانا بشوفكم يوم الاثنين بنهار طويل. طبعا اتصالاتكم مباشرة على رقم الواتساب، فيكم تبعتوا اي تساؤل 03 010 533. الى اللقاء.